بعدما نالت إجازتها في الصحافة والعلوم السياسية، بدأت ناهدة نكد حياتها المهنية عام 82 كمراسلة لمجلة الحوادث في لندن، وانتقلت بعدها لتصبح عام 87 مراسلة للتي إف إن، حيث تولت تغطية النزاعات في الشرق الأوسط والبلقان وأفريقيا. الريبورتر معناته انه بتروح على المحل بتشوف شو عم بيصير وبتخبر لا اكثر ولا اقل. ما في محل للشعور، ما في محل للافكار الشخصيه، المحل للخبر. تغطية الحرب هي تغطية الانسان في الحرب. عينت عام 2009 رئيسة القسم العربي للوسائل السمعية البصرية الخارجية لفرنسا AEF، وهي اليوم المديرة المساعدة للتحرير المسؤولة عن المحتويات باللغة العربية في قناة فرانس 24، والمديرة المساعدة للأخبار والبرامج في إذاعة مونتي كارلو الدولية. Voilà bientôt 30 ans que vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous êtes en train de préparer votre fils Bachar à votre succession? Je ne prépare pas mon fils pour me succéder. Lui-même ne m'en a jamais parlé. كل هالعمل قدر يثبت إنه مرأة لبنانية بتربية عربية فيها توصل ببلد أجنبي من أهم البلدان الأوروبية بفرنسا بأكبر تلفزيون أوروبي إنه تشتغل وتبين. الإعلام هو الديمقراطية، بلد إعلام ما في ديمقراطية، بلد ديمقراطية ما في حرية أكيد. يعني من أهم المهن بالعالم هي الصحافة.